وطني، لكن بقيه اللاعبين بداوا اليوم من المران. ايه اخبارهم ومين اللي راجع من الاصابه والصوره العامه في مران ملعب التتش؟ معنا من هناك الزميل فاروق صلاح عشان يطلعنا على كل التفاصيل. فاروق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. برحب بك يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالباشمهندس عدلي القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. واسمح لي في البدايه يا استاذ ابراهيم يعني اتوجه بخالص العزاء للكابتن خالد ديبو في وفاه والده زوجته، اسكنها الله فسيح جناته ولهم الصبر والسلوان. البقاء لله، تعازينا للكابتن خالد. اتفضل يا فاروق. التمرين النهارده الكابتن خالد انا شايفه كان موجود الصبح النهارده، هل كان موجود ومشي ولا؟ هو كان موجود في النادي وتلقى خبر الوفاه، خبر طبعاً اخير يعني. كمل. تلقى خبر الوفاه وتوجه طبعا لمراسم الجنازه وتغيب النهارده عن التدريب. زي ما حضرتك قلت في استاذ ابراهيم يعني مستر مارسيل كولر منح اللعيبه الدوليين اجازه لمده اسبوع، لكن النهارده التحق بالتمرين وشارك في المرون الجماعي بالكامل علي معلول بعد مشاركته مع منتخب تونس. يعني ده كان احد اللعيبه الدوليين اللي ده مران النهارده. اللقطات دي يا جماعه من المران بتاع النهارده، اتفضل. بالظبط كمران اليوم، علي معلول شارك النهارده في المران، استقبله مستر مارسيل كولر والجهاز الفني والكابتن سامي، الجميع استقبل علي معلول. خلاص يعني قفل وطوى صفحه المنتخب التونسي وخلاص التركيز مع النادي الاهلي للمرحله القادمه. ايضا النهارده التحق ايضا بتدريب النادي الاهلي كريم الدبيس وحمزه علاء اللي كانوا يعني متواجدين مع المنتخب الاولمبي في المعسكر اللي اقيم به الامارات. النهارده تقدر تقول يا استاذ ابراهيم يعني عاد من الاصابه النهارده وشارك في المران الجماعي، ودي من الاخبار المميزه يعني او الاخبار الهامه لجماهير النادي الاهلي، عوده كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح من اللعيبه اللي كانوا مصابين خلال الفتره الماضيه، النهارده بيشاركوا في المران الجماعي بالكامل. طبعا استمرار اللعيبه الناشئين اللي كانت موجوده معانا خلال المعسكر الفريق في الامارات النهارده بيكونوا موجودين في التدريب، خلاص اكتسبوا الثقه منهم اللعيبه طبعا اللي تم قضاء في القائمه الافريقيه، شايفهم النهارده في التدريب بمعنويات مرتفعه جدا، مستر كولر بيتكلم معاهم مديهم حوافز بينبه اللعيبه انت مش خلاص، انت فتره التقييم والاختبار انتهت، انت موجود دلوقتي كلاعب جوه النادي الاهلي، تركيزك بينصب خلال الفتره القادمه انك تكون موجود في القائمه الافريقيه، انت معرض ان انا اقدر احتاجك في اي وقت من الاوقات. وبالتالي تهيئه مستر كولر للاعبين، التعامل النفسي اللي بيتعامل بيه مع اللاعبين، التعامل النفسي ايضا ودور كبير لكباتن النادي الاهلي في التعامل مع هؤلاء اللاعبين مسهل الامور. بنشوفهم النهارده في التدريب، طبعا التدريب ابتدى بمحاضره مستر كولر مع اللاعبين في جزئيه الناشئين. يا فاروق عندك اسماء الناشئين اللي تم اضافتهم للقائمه الافريقيه؟ اعتقد 6 ناشئين يا استاذ ابراهيم. يعني خليني اقول لك ان طبعا حازم جمال ده حارس مواليد 2005، ده من اللعيبه اللي تم اضافتها الى جانب ابراهيم عبد الحكيم قلب دفاع، وخليني برضه اقول لحضرتك اللاعب بالمواليد بتاعته ومركزه في الملعب، ابراهيم عبد الحكيم ده قلب دفاع فريق شباب النادي الاهلي مواليد 2003، يوسف سيد عبد الحفيظ لاعب خط وسط بيلعب مركز 6 ومركز 8، وايضا اوائل بيلعب باك رايت ده لاعب النادي الاهلي مواليد 2005، مصطفى ابو الخير مواليد 2004 بيلعب في مركز قلب خط الوسط في مركز 6 ومركز 8، عندنا اسلام عبد الله ده لاعب بيلعب ده مواليد 2003 بيلعب في مركز الظهير الايسر وبيلعب في مركز قلب الدفاع. تقدر تقول دي مجموع اللعيبه، ايضا اللاعب محمد عبد الله ده جناح بيلعب جناح هجوم ايمن وايسر وبيلعب مركز صانع اللعب بمركز 10، ده لاعب مواليد 2005. معتز. دي مجموعه اللعيبه اللي تم اضافتها في القائمه. معتز متسجل من قبل كده مش كده؟ معتز ومحمد زعلوك كانوا مضافين قبل كده. أيوة. طبعا مسجلين وزعلوك خرج ومعتز موجود في القائمه. بالظبط، معتز محمد هو لاعب موجود في القائمه مسجل من قبل طبعا بالاضافه الى قيد وسام ابو علي، وكانت يعني هؤلاء هم السبع لعيبه اللي تم اضافتهم مؤخرا في قائمه النادي الاهلي الافريقيه. وكان في حارس مرمى برضه مخلوف. ما هو مصطفى مخلوف متسجل. انا عايز اقول يعني حجم الناشئين دلوقتي 8 او 9 لعيبه في الفريق متسجلين في القائمه الافريقيه. وهذه سابقه لم تحدث. انا عايز اقول للولاد دول يا استاذ ابراهيم قبل ما اكمل، هذه محطه انطلاق وليست محطه وصول. يعني ما تعتبرش انك وصلتوا الفريق الاول، لا تعتبر انك انا الاوان ان تنطلقوا من الفريق الاول. ليه؟
لان بتاخد وقت مرحله النضج. شوف كوكا ثبت نفسه بعد 3 سنين، محمد عبد المنعم 4 سنين، وهكذا يعني. يعني مصطفى شوبير شوفوا وحمزه كم سنه. ال 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 الناشئ يعني لازم يعتبر ان دي محطه انطلاق وليست وصول. اتفضل يا فاروق. دي نقطة في غاية الأهمية يا باشمهندس. طبعا حضرتك القيمة والقامة بالنسبة لنا أعتقد دي نصيحة مهمة جدا لكل اللاعبين. أنت خلاص أنت في مرحلة البداية مش مرحلة الوصول، وده أمر مستر كولر بيتكلم مع اللعيبة بكده، إن دايما يعني كلامه سواء جلساته مع اللعيبة قبل المعسكر. مستر كولر ما بيتكلمش كتير مع اللعيبة، لكن بيدي يعني نصايح للعيبة، يعني من كلامه للعيبة أنا عايزك تغلط وأنا هصحح لك، عايزك تلعب بدون ضغوط، مش عايز يبقى عليك ضغوط، العب كانك بتلعب في الناشئين، انتوا لسه بتعملوا لنفسكم بدايات، عايز الانطباع بتاعكم يفضل ان في لعيبه منكم هتبقى محطوطه تحت العين ان انا اقدر استعين بيها في اي وقت، وبالتالي الدوافع عند اللعيبه، خصوصا ان في امور جوه النادي، يعني عقليات اللعيبه في التعامل مع هذه الامور، الى جانب النصائح يعني في دروس تقدر تقول كل يوم، اللعيبه الكبار بتدي نصايح في الملعب، بتدي نصايح بره الملعب، اعتقد في مشاهد احنا بنشوفها في التمرين خارج التمرين ان ده اللي بتدل ان النادي الاهلي جواه موروثات، جوه النادي الاهلي في ثوابت، جوه النادي الاهلي في اسس وفي امور بيتعلمها الناشئ. خلاص انت مش محطه خلاص وصول، انت بالنسبه لك مش خلاص تعطل الفريق الاول. ومن الامور الثانيه برضو اضافه لكلام حضرتك يا باشمهندس، ان مستر كولر في كلامه ايضا والنصايح للاعبين، اللعيب اللي هينزل في وقت من الاوقات هيلعب مع الفرق الناشئين او الفرقه بتاعته لازم يأدي بنفس الصوره وبنفس الشكل، لان انا هاجي اتفرج عليه هناك. فدي من النقط المهمه جدا، مش معنى ان خلاص اللعيب اتصعد للفريق الاول اداؤه مع فرق قطاع الناشئين، اعتقد الامر ده من الامور اللي يعني مستر كولر مأكد عليها كارلوس، كلامه مع كارلوس انه هيروح يتابع ايضا اللعيبه. وبرده نقطه مهمه ان اللعيبه اللي يعني ما تمش اختيارها في قطاع الناشئين هيروح يتابع ثاني، يعني فرصه متاحه امام لاي لعيب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اي لعيب يقدر يثبت نفسه هيكون موجود يتمرن يتشاف مره واثنين وثلاثه، واعتقد دي فرصه ما بتحصلش كتير جدا زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس. طيب وسام ابو علي اخباره ايه؟ وسام خلاص يعني تقدر تقول احنا مش عايزين برضو ان احنا بنقول كلام، مستنيين طبعا حكمنا على اللاعب من خلال المشاركه الرسميه، لكن وسام خلاص يعني وسام دخل في الاجواء بتاعت لعيبه النادي الاهلي خلاص، من يعني التوقيت المعقد بتاع النادي الاهلي في الامارات مع ظروف التعاقد مع وسام ابو علي، اعتقد من اكثر الناس اللي استفادت بالمعسكر كان وسام ابو علي. شوفوا النهارده في التمرين بيظهر بشكل مميز جدا، مستر كولر بيتكلم معاه في بعض الامور الخططيه، بيتكلم فيه معاه في بعض الامور الفنيه التفاصيل، وقف معاه وفي حضور الدكتور خالد الجوادي اداله بعض النصايح بعض الامور اللي بيطلبها. وسام خلاص يعني حتى علاقته مع اللعيبه، بعض الهزار المداعبات اللي بتبقى بينه وبين اللعيبه، اعتقد من الامور اللي مسهله جدا على وسام ابو علي. ايضا يعني من الاخبار المهمه جدا برضو اللي عايز من خلال حضرتك ومن خلال المهندس عادل وقيعي ان احنا يعني نقول حاجات من الاخبار المفرحه لجماهير النادي الاهلي، رضا سليم خلاص يعني تقدر تروح خلال كنت لسه هسالك عليه والله. بالظبط يا باشمهندس، انا بطمن حضرتك وبطمن كل الجماهير، رضا سليم ان شاء الله هيشارك في المران الجماعي ان شاء الله، تقدر تقول على منتصف الاسبوع يوم الاثنين او الثلاث ان شاء الله يشارك في اجزاء من المران الجماعي. طبعا خلاص انهى مرحله التاهيل الاخيره واصبح يعني خلاص من الناحيه الطبيه جاهز ان شاء الله للمشاركه، هيبدا طبعا ياخد الاجزاء من المران الجماعي منتصف الاسبوع المقبل. ايضا النهارده زي ما قلنا شارك كريم ندمت، شارك خالد عبد الفتاح. النهارده احمد نبيل كوكا بدا في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي بالجري حول الملعب، يبقى برضه في منتصف الاسبوع ياخد اجزاء من المران الجماعي. هذا الامر ايضا بينطبق على احمد عبد القادر، بينطبق على محمود متولي، اللي خليني اجزم لك ان الامور ان هؤلاء اللاعبين ان شاء الله وانت رايح تلاعب شباب بلوزداد هتكون بدون اصابات، عوده اللعيبه دي هتكون موجوده معاك ان شاء الله يوم مباراه شباب بلوزداد، مشاركتهم هياخدوا اجزاء من المران الجماعي قبل طبعا التوجه والسفر الى الجزائر، اللي تقدر تقول يعني ان شاء الله تكون مباراه يعني موفقه الفريق النادي الاهلي مع عوده رضا سليم، مع عوده العناصر، مع عوده اللعيبه الدوليين، اعتقد ان شاء الله تبقى مباراه يعني موفقه الفريق النادي الاهلي، وان شاء الله نحقق 3 نقاط في هذه المواجهه باذن الله، وتكون طبعا يعني واحده من النقاط الفارقه في المشوار الافريقي. التدريبات مستمره يوميا؟
غدا ان شاء الله الفريق هيبدا بقى التمرين التالي، هيبقى ان شاء الله غدا التجمع في تمام الساعه 9 ثم التدريب في تمام الساعه 10. يعني معظم الايام اللي جايه هيبقى التدريب صباحي، انت عارف طبعا مع بروده الطقس مع الجو البارد هيبقى التدريب صباحي بالنسبه للاعبين، يبقى غدا ان شاء الله التدريب في تمام الساعه 10. مستر كولر دايما في كلامه وفي تاكيداته مع اللاعبين خلاص، حتى يعني في نوع من النقاط المهمه جدا برضو، يعني انا استغل وجودي مع حضراتكم، العامل النفسي اللي بيحاول يخرج فيه بعض اللعيبه زي علي معلول. يعني علي معلول عودته بعد المشاركه، سواء يعني نقول مشاركه مخيبه للامال شويه بالنسبه للمنتخب التونسي، في دور نفسي مهم جدا اشتغل عليه المستر كولر الطبيب النفسي في النادي الاهلي دكتور احمد ابو الوفا، ايضا التواصل مع لعيب المنتخب المصري، حاول ان انت تهيئ اللعيبه نفسيا، انت مقبل على مشوار افريقي صعب جدا، انت حامل البطوله، عندك دوافع، عندك اهداف كتير جدا مهم جدا تحقق خلال الفتره القادمه، دي من النقاط المهمه جدا اللي مستر كولر بدا ان هو يشتغل ايضا فيها مع اللاعبين. شفناها النهارده علي معلول نازل التدريب خلاص صفحه المنتخب التونسي والمشاركه في الامم الافريقيه اتقفلت تماما، تركيز مهم جدا على المرحله المقبله. النقطه اللي اتكلمنا فيها يا باشمهندس من قبل ان مستر كولر بيضرب للعيبه المثل بكاس الامم الافريقيه، ان بنشوف منتخب المغرب بيغادر، منتخب الجزائر، منتخب مصر، منتخب السنغال، فقال دي درس للعيبه، انت 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 القوه الكبرى في القاره الافريقيه وبتبقى ان انت النادي الاهلي مرشح دائما للبطوله، وبالتالي عايزين نتعلم من الدروس دي، مفيش حاجه اسمها انت مرشح، الاجتهاد داخل ال 90 دقيقه، الاجتهاد داخل المردود بتاعك خلال الملعب، خلال المستطيل الاخضر، عايزين نتعلم من ده. في قوه جديده بتظهر في القاره الافريقيه، في قوه جديده بتظهر على الساحه الافريقيه، بنشوف منتخبات يعني مش هنقول ملهاش تاريخ. كلام كلام مهم جدا جدا جدا، ان احنا وده اللي بقوله، الذكي من يتعامل ويتعلم من التجارب اللي حواليه. القوى الكبرى كلها تقريبا خرجت يعني مصر، السنغال، الجزائر، المغرب، يعني وكل واحد تونس، غانا، ما عاد نجيب سيره غانا، الكاميرون، ما يعني ما فيش غير جنوب افريقيا هي اللي مكمله لحد دلوقتي. من وما كانتش من المرشحين يعني في الاول، ما حدش كان حاططها، انما هي سبق لها الفوز وفريق عتيد، ويعني سان داونز، هو سان داونز الفرقه كلها القوام الاعلى كله من لعيبه سان داونز. طيب فاروق، هل في اي مباراه وديه للفريق خلال الفتره دي؟ هو مباراه بلوزداد اتحددت اعتقد 16 فبراير. هي المباراه بالفعل اتحددت يوم 16 فبراير، لكن حتى الان يعني مستر كولر ما يعني ما ظهرش او اتقال ان يكون في مباراه وديه خلال الفتره القادمه. طبعا هو ينتظر انضمام اللعيبه الدوليين للتدريبات زي ما حضرتك قلت بعد الراحه الاسبوع اللي منحها عليه اللاعبين، ويعني بعد عوده اللعيبه الدوليين يبدا انه يفكر من الممكن يكون في مباراه وديه. طبعا طبيعي ان هو يكون في مباراه وديه بروفا اخيره ان شاء الله طبعا قبل السفر الى الجزائر، خصوصا ان انت ما عندكش اي منافسه قبل هذه المباراة، بالتالي من الممكن يكون في مباراة ودية، ولكن حتى الآن لم يتحدد هذا الأمر. النقطة الأهم اللي يعني على نفس سياق المهندس عادل القيعي، إن مستر كولر لما بيقول للعيبة ما بيقولهمش دول قوة كبرى، بيقول لهم إن دي منتخبات كان كل منتخب منهم مرشح للبطولة، لما بتقول المغرب كانت مرشحة رقم واحد للبطولة، لما بتقول إن السنغال مرشح رقم واحد للبطولة، إذن لازم نستفيد من التجارب اللي حوالينا، لازم نعرف إن في قوة جديدة بتظهر في القارة الإفريقية، لازم إن إحنا ما ننظرش للتاريخ، لازم ننظر للي جاي، وإن إحنا نجتهد داخل المستطيل الأخضر، نتعلم من التجارب دي ونشوف إيه القصور اللي عند الفرقة دي، فأعتقد يعني تجارب هذه الامور هيكون ليها مردود، ليها انعكاس، ليها كلام كتير جدا. اعتقد لعيبه النادي الاهلي بتاعي هذه الامور، حلمك والدفاع عن القابك بيحتاج اجتهاد، بيحتاج مصابره، بيحتاج يعني بذل 90 دقيقه من اول صفاره الحكم لحد نهايه صفاره الحكم، وده دايما اللي احنا متعودين عليه وعهدنا دايما بلعيبه النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد تاخر حضوره وظهوره مع الدوليين، عمر هي يعني هيرجع هينضم للتدريبات ان شاء الله مع اللعيبه الدوليين،
اللي هتكون يوم 6 فبراير ان شاء الله، هيبقى ده اول ظهور لعمر كمال عبد الواحد ان شاء الله على ملعب مختار التتش مع لعيبه النادي الاهلي. ده واحد من اللعيبه طبعا اللي الجميع منتظر انضمامه ويشوفه في تدريبات النادي الاهلي، اعتقد هيكون اضافه قويه جدا. يعني الثلاث الجاي هينتظم كل الدوليين ان شاء الله؟ بالظبط يوم الثلاث ان شاء الله هينتظم كافه اللعيبه الدوليين للنادي الاهلي خلال التدريبات يوم الثلاث اللي ان شاء الله، وتبدا بقى من خلالها التحضير النهائي طبعا لمباراه شباب بلوزداد بالجزائر. فاروق احنا بنشكرك شكرا جزيلا. كل الشكر ليك يا استاذ ابراهيم، وطبعا كل الشكر للمهندس عادل القيعي، ونتمنى دايما ان احنا من خلال حضراتكم من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا بنحط الجمهور في الصوره، بنحاول ننقل لهم المشهد بكل مصداقيه دايما، ده اللي متعودين عليه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا فاروق صلاح، شبعتنا. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الملعب مختار التتش، واعتقد كلام كويس كمان عن قرب عوده المصابين. هو ده اهم حاجه. يعني انت